اداره مصر في وزاره الخارجيه الاسرائيليه هنا بعتين عايزين يقعدوا معاك. بخصوص ايه سيادتك؟ واضح ان تصريحاتك في البرنامج التلفزيوني ضايقتهم جدا. الحقيقه انت زودتها شويه. دول بيتلككوا بقى. انا عارف الموضوع ده جاي منين. جاي من عندهم هم من جوه. انا عايزك تدير المساله بشكل لائق. احنا دبلوماسيين وعمرنا ما اتصرفنا بشكل انفعالي. يعني هيتحقق معايا هنا استاذ سفير ولا ايه؟ لا اطلاقا، ولا حد يقدر يقول كده. هم باعتين يقولوا ان في بعض الاستفسارات الخاصه بيك، عشان كده عايزين نتكلموا معاك. زائف جدعون، مدير إدارة مصر في الوزارة. اتفضل مستر ناجي. في الحقيقة أنا عاوز أتعرف بسيادتك من زمان، بس الظروف بقى ما سمحتش. خير يا مستر زائف. أولاً لازم سيادتك تعرف إن إدارة مصر هي أهم إدارة عندنا في الوزارة، والسياسة الإسرائيلية يهمها بشكل كبير استمرار التعاون معاكو وتلطيف الأجواء دايما. وإيه اللي عكر الأجواء يا سيد جدعون؟ يعني بعض العبارات اللي حضرتك قلتها في الحفل كانت قاسية وسابت ردود أفعال مش لطيفة في الجو العام. يا سيد جدعون، إحنا لو وقفنا البعض على الكلمة مش هنخلص. أجيب لك جمر وعبارات زي الزفت قالوها مسؤولين إسرائيليين عن مصر وبيقولوها كل يوم. أنا مش عاوز سيادتك تنفعل. أنا أصريت إن لقائي معاك يبقى ودي علشان أعبر لك عن وجهة نظر أكيد تهمك وتخليك كمان تكون أكثر حرصاً بعد كده في تصريحاتك. أنا عارف أنا بقول إيه كويس. أنا ما بهرتلش. عموماً الموضوع ده خلص خلاص. احنا عاوزين نتكلم معاك في موضوع تاني خالص. موضوع ايه؟ بس لو تسمح لي، في اتنين هينضموا لنا يشتركوا معنا في النقاش. مستر مشتيف باولا، مدير جهاز الامن العام. رفس يوسي كارم من الامن العام، عارفه كويس. نجيبك، نحن في عنا بعض الأسئلة والاستفسارات وحابين من سيادتك توضيح حولها. أسئلة؟ ومن إمتى الأمن العام بيحقق مع الدبلوماسيين؟ نحن بنعتذر نجيبك. إحنا بدنا تفسير لشبكة العلاقات الكبيرة اللي أنت عاملها في تل أفيف. أنت بتسألني أنا؟ أنا راجل محبوب وليا شعبية كبيرة في وسط الناس، بتسألهم هم؟ إيه سبب ترددك على سوق الكرمل بشكل مريب؟ الله، أنا راجل عازب وعايش لوحدي. لما أحب أشتري خضار هشتري منين؟ من الأجزخانة؟ دايما نشوفك واقف مع واحد اسمه مصعب أبو الجدايل، عنده كشك في السوق. إيش علاقتك فيه؟ أنا معرفش حد اسمه مصعب أبو الجدايل. واسمع بقى، أنت جيت لي مرة البيت الساعة 1 بالليل وكنت عايز تخش بالعافية، وأنا عديتها ما رضيتش أعليها، لكن أقسم بديني أنا أفضحكم في وسط الدنيا كلها، واحترم نفسك واعرف أنت بتكلم مين. يوسي تشتطيك، قال تدبر. أنا بقدم اعتذاري للمرة الثانية نجيبك، وأرجو أنه تقبله. يوسي تعزوف أوتانو، تفضل. يلي صار كان مجرد دردشه وانا ما حابب كثير انه تنفعل. الصراحه وحتى نبتعد عن الشك وندخل بالموضوع مباشره، نحن في عنا سؤال واحد، وهذا السؤال بحاجه لجواب من حضرتك. وايه بقى هو السؤال ان شاء الله؟ هذا رصيد حسابك في بنك لأمي.
وانتوا باي حق تطلعوا على حساباتي في البنك؟ نجيبك، المبلغ الموجود بحسابك مبلغ كتير ضخم وما بيتناسب ابدا مع دخلك الشهري يلي نحنا كمان عارفينه. نحنا من حقنا نسأل عن مصادر فلوسك. ما فيش حد في الدنيا من حقه يسألني عن مصادر فلوسي. أنا هسحب فلوسي بالبنك ده وهحولها البنك بره إسرائيل. ده فيلم سخيف وهبل اللي أنت بتعملوه. مصادر فلوسي في البنك، كنت واقف مع واحد اسمه مصعب أبو الجدايل، وطبعا هيطلع أبو الجدايل ده من المقاومة، ويبقى أنا بمول المقاومة من الفلوس اللي في البنك. ها؟ مش بعيد كمان أكون وراء عملية اغتيال وزير السياحة بتاعكم. اسمع يا مستر مشتيف، شغل العصابات ده لا يليق بدولة. ده إذا كنتوا عايزين تبقوا دولة، وأنا مش هسكت على الكلام ده. إيه يا مستر هليفي؟ أنت عمال تلف وتدور كده، في إيه؟ أنا جاي أسحب رصيده كله من البنك، أنا حر. طبعاً مستر ناجي أنت حر، بس كان لازم تعطيني خبر مشان أجهز لك الحساب. ما يصير هيك فجأة هاتوا فلوس خذ فلوس، لا لا ما يصير، صعب. ماشي أجي أخذهم بكرة. لا لا بكرة صعب، نحن صرنا بكرة، المسألة بدها شوية وقت. وقت إيه؟ دي فلوسي، لما عوزها لازم ألاقيها في أي وقت. مستر ناجي أنت لازم تهدى مشان نعرف نحكي. تشرب قهوة؟ مش عايز زفت. مستر ناجي أنت ليش زعلان من بنك لأومي؟ عشان البنك اللي يسرب رصيد عملائه لأي جهة مهما كانت يبقى بنك غير أمين. لا لا مستر ناجي ما بيصير تحكي هيك، هذا أضخم بنك في الشرق الأوسط. مستر هليفي، هاخد فلوسي إمتى؟ الحقيقة ما أعرف، أنا جت لي أوامر من جهات عليا بتجميد كل أرصدتك وما أقدر أحركها إلا لما تجيني أوامر ثانية. تجمدوا أرصدتنا؟ لا ده نصايع أنا أطبقها على دماغكم كلكم إلا الفلوس، وأنا هعرفكم مين نجع طلع يا حرامية نصابين يا ولاد الكلب. اللي عملته يا ناجي بيه غلط بكل المقاييس. في الحقيقة أنا مندهش، أنت تعمل كده؟ ده أنا كنت بضرب بيك المثل في الانضباط وضبط النفس. الصحافة مسمياك الدبلوماسي البلطجي. طب أقدر أقول لهم إيه؟ سيادة السفير، الناس دول بيستفزوني بقالهم مدة، ما كنتش أقدر أسكت لهم المرة دي، ومش هسكت. أنا مش عايز تدخل دبلوماسي ولا عايز السفارة تدافع عني. سيبني أنا والناس دي، أنا هعرف ألعبهم كويس. نجيبي